السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم ومساء العافية ويا رب يومكم جميل. اليوم حلقة المهلهل من زمان انتظرها. شاعر مبدع وجميل خلقا وأخلاقا، الحبيب والغالي سامي العباد. هلا بالأكبر، هلا حبيبي، شخبارك؟ الحمد لله زين. شنو اخبارك؟ طيب. انت انا مشتاق لك. تشتاق لك العافيه. ثانيا شكرا لهاي الدعوه، شكرا لحسن الضيافه، ويا رب تكون حلقه سعيده. تستاهل وان شاء الله ما متاخرين بيها. الله يخليك، الله يعزك. الله يسلمك. شلون هالدنيا وياك؟ شلونك ويا الدنيا؟ والله نعم الحمد لله. هو اذا ترجع الى حرفيا ماكو شخص بالدنيا مرتاح. أي. لكن جيب اللي يتحمل الظروف. جيد. أي. هو يقولون اكو جمله فلسفيه لطيفه. نعم. يقول الحياه بلا مر مر. بالضبط. ها بالضبط. ايه. واكو يقولون يمتى تستلذ بالراحه؟ من تتعب مو وبس بالاخير. بعد مره شايف هيك مشهد بفيلم، ايه، مسيحي يقول له ماذا لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ الله. اي مشكله، مرات التعب يثمر لك. اكيد ربحان بيك. الله يعزك. الربح المعنوي بالنسبه لك شنو؟ الحمد لله. الربح المعنوي بالنسبه لك كشاعر؟ كشاعر هو ما اقول لك انه انا ما مكتفي، لا الاكتفاء لازم، ماكو اكتفاء بال طبعا اي نهائيا، بس كطموح لازم، يعني لازم الانسان كل ما جاء له يتدرج بالحياه، هي فرص. هن كم بايه للوصول؟ وصول الحل، وصول المنال المبتغى، خلينا نقول القمه ما لها حد، لان انت حتى لو وصلت لل100 اكو 101. اكو 101. نعم. جيد، يعني على قولتنا انفينيتي. اي بالضبط، يعني ما محدوده. أي. جيد. انت فارس منصه ان شاء الله بكلهم؟ لا مو هذا، يقولون اللي 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 فارس منصه. أي. اللي متحمل الصعاب سهلات بسيطات. اي هسه احنا خاف نقول مفرده وتكون غير لائقه، بس هي لائقه بنظري. اكو من يصعد على منصه وكح ينطيها حقها. اي وكح اكيد. ها والله هي الوكاحه بهذا الجانب مطلوبه. هي خلينا نرجع لها، اكو صراحه واكو وقاحه. لا لا احنا بالوكح، هاي بالوكح اصعد قدها قدها. شوف هو المثل خيال. بالضبط خيالها. عريان سيد خلف رحمه الله عليه، الله هو المثل شو يقول؟ يقول الخوز ما يحط بالسله عنب. هو لا يقول الخوز ما يحط بالسله رقي. اي اي اكو اكبر، اكو حجم يثقل. اي اي بالضبط. أي. هو يعني بالغايه السبع اللي يجيب نتيجه. بالضبط. أي. لازم تنقش. يمتى حصلت على النتيجه؟ والله كنتيجة كاملة إلى الآن أنا ما قلت لك ما أكتفي، بس لازلت أنا أكافح وأحاول للأرادة اللي ببالي، للنتيجة اللي ببالي، إن شاء الله نولها. جيد. أنت أجمل تعليق مر عليك؟ أجمل تعليق مر علي قبل شرط بالسوشيال ميديا. إيه إيه قبل فترة هيك بسيطة من الزمن. شنو كان يقول؟ واحد معلق لي باليوتيوب. إيش كاتب؟ كاتب انت شجاع مو بس بالشعر، حتى باخلاقك. لان شوف، لان هي الشجاعه مو شرط انا خوش زلمه وانا خوش شاعر وانا خوش كريم الاخلاق شجاعه، سمه طبعا. الشجاعه هي الاخلاق طبعا. اي الحمد لله احمد الله. انا شجاع لان اطيح. مال طلع طيح انت. لا هو العفو انت. لا العفو انا اتكلم عن حضرتك. بالضبط. تكون صفه الشجاعه ملازمه لك لان انت مسامح. انا اؤمن شيء، اكثر شيء اؤمن به انه الاعتذار. ثقافة الاعتذار. اي بالضبط. هاي ثقافة الاعتذار ممكن الانسان يقدر يوصلها. اي طبعا. اي نعم. طبعا. ايش قد نسبة عدد الناس اللي راح يشوفون هسه مشغلين الحلقة؟ اي. ويقولون هذا منو؟ برأيك؟ والله واي. يعني من 10. من 10 ما اقدر احدد لك النسبة، لان انا مرات انسى. توقعاتك. توقعاتي يعني بال 50%. ناس. 5 من 10؟ لا انا بالمية جاوبتك. احنا بنريد من 10. بالعشرة. خمسة بالعشرة. خمسة من عشرة. اي خمسة يقولون منو. اي يقولون منو. قل لهم منو بقصيدة. طبعا الشرف انه القصيدة جديدة من حصة المهلهل. تقول هالمرة. هالمرة صدق منهم قمت مهضوم. هالمرة. اي هالمرة صدق منهم قمت مهضوم. الله يسعدك. قل لهم من طلع مختاض مو زعلان. وقل لهم ما ادري اللي يا صوب راح يروح العناكب والبد تخيم باي مكان. اوف. وخاف تقول طالع. قل لهم قل لهم هالمره صدق منهم قمت مهضوم.
لا يا ربك. قلهم من طلع مختاض مو زعلان، وقلهم ما ادري اللي يا صوب راح يروح العناكب والبدو تخيم باي مكان، وخاف تقول طالع يضحك ومرتاح، هذا قدامك عصره مردام مردام. الله باكي 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 هواي. اي والله خاف تقول طالع يضحك ومرتاح، هذا قدامك عصره مردام مردام. يا وسفه بتالي عمرك تنكسر من ناس حاسبهم كنت مو مثل ياهو كان. لا فقره هدومنا نعلقها يا وسفه وسفه. يا وسفه بتالي عمرك تنكسر من ناس حاسبهم كنت مو مثل ياهو كان، فقره هدومنا نعلقهم بسمار، وجبت صورهم وما فكرت انها شمرت هدوم كلهن للسحق والدوس، وصورهم معلقه وتارس الحيطان. ويا حالات الحيطان مرات فقره هدومنا نعلقهم بسمار نعلقهن بسمار، وجبت صورهم وما فكرت انها شمرت هدوم كلهن للسحق والدوس، وصورهم معلقه وتارس الحيطان. مرات الوفا بحجم الخيانة يصير، أي أثبت لك وما غلطان، يعالج لك الموقف موش يغدر بيك من يخون السلاح بعركة الخوان. الله. مرات الوفا بحجم الخيانة يصير، أثبت الله لك وما غلطان، يعالج لك الموقف موش يغدر بيك من يخون السلاح بعركة الخوان، واللي يحكي الصدق يطلع شقد غلطان، اللي يحكي الصدق يطلع شقد غلطان. اريد اعرف شن الاطهر من القران. ماكو اطهر من القران. باليسرى واليمنى انقذ كتاب الله، ولا بيمنتك من تاخذ الفنجان. بعد شعذر انا دموعي مو مثل الخلق تكبر. بعد شعذر انا دموعي مو مثل البشر تكبر، انا مثل الغصن الاخضر، الغصن الاخضر الشابع ماي يطلع دمع منه مني ان ما تكسر. لا يا الله. بعد شعذر شعذر انا مثل الغصن الاخضر الشابع ماي يطلع دمع منه مني ان ما تكسر. يا ناس المختنق لحد يقلت هون، لحد يقلت هون، ترى يرتاح من يسمعكم تقولون الله يعينك على الجاي بيه تمر. يا ناس المختنق يا ناس المختنق لحد يقلت هون، ترى يرتاح يا اخي. يا ناس المختنق لحد يقلت هون، لحد يقلت هون ابد، ترى يرتاح من يسمعكم تقولون الله يعينك على الجاي بيه تمر. حياه البشر تبدي وتنتهي بحبل يم، وهنا شتابوت موته وقطع حبل السر. نعم انا العين من الدمع مفروزه، وانا القلب يشبه لون تشبنوس ابيض. يا قلب هواي حطيتك ودست عليك، العقل هالمره لازم يستحق دوسه، فرق من يرجع الدفان والجناس، فرق من يرجع الدفان والجناس بعد الدفن والهوس، يرد بحزن هذا متراب ومتعوب، وهذا متراب ومتعوب بفلوسه. يا قلب هواي حطيتك ودست عليك. الله اثنيناتهم هم نفس التعب. الله الله فرق من يرجع الدفان والجناس. نعم. بعد الدفن والهوس بعد 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 فرق بعد من بعد يرجع بعد. ايه انا العين من الدمع متروسه، وانا القلب يشبه لون تشف موسى. يا قلب هواي حطيتك ودست عليك، العقل هالمره لازم يستحق دوس، فرق من يرجع الدفان والجناس بعد الدفن والهوس، يرد بحزن هذا مترب ومتعوب، وهذا مترب ومتعوب بفلوسه. وبشرك هي جرعة الماء يهد بالسيف، تلقاه عجبة ليتكشخ بقوس. المهم قلهم قلهم بعد منكم طلع مهضوم، ولحد يعتذر له ولحد يبوس. سلام. مرفوض أبدا. ها والله مرفوض. أنا جاي مختاض مو زعلان، إن هنا الفرق بين الزعلان وبين المختاض. بس المختاض يراضونه. لا المختاض اشد. اي حتى الرضا يعني أي مرفوض. اي مرفوض. مختاض غيظه قويه. الزعل الزعل تودي لك شخص عليه. صراحه هم مقصرين بحقك. اي صح. اي هم عزاز
اكيد، واللي هي حرقه القصيده، ما هو حرقه القصيده تبين لك لا هو لا الشخص يعني قد عزيز. يعني يعني اعزاز على بسبب العشره ولا اعزاز بسبب بسبب المواقف، القلوب؟ بالمواقف المشرفه اللي يا كانت. اخي والله بيني وبينك اكو ناس لو ما قلوبنا والله ما يستاهلون ينحبون ابدا ابدا والله، بالله الكريم. ومرات تقصر ويا الشخص، انت تقصر وياه ويبقى، يبقى عزيز، يبقى لا لا يبقى ما المشكلة يروح. مرة ومرات انت مثلا انت تبذل الغالي والنفيس، الغالي والنفيس، وهو يروح. لا هي يعني الدلال يخرب. ايه هذا الدلال يقول، يخرب. ايه ذكرتني، يقول دلالي خربك. ايه مثل الملح، اي ظرف خارج قوس. الله الله، لا تقول لي مشغول وسين وجين. ايه بالضبط، لا بالضبط. هو قلت لك هو الدلال السبب، يخرب. انا مدللك هواي، صح، انا خالك قيمه يعني، بينما لو ما مدلله تشابقه. اي تشابقه. العوض على الله. اكيد يا ابن الاجواد العوض على الله. اكيد. زين بصراحه اكو ناس قصرت انت بحقها؟ انا يجوز حتى لو اقصر اعتذر، بس انا بهاي هاي المرحله اللي انت جاي تسولف بيها، من قصرت عالجت موقفي، لكن المقابل يتخذ بيك موقف انه يشوفك انت علاقتك معاه سلبيه، وانا عجبك هم اللي يريد يروح الله ومحمد وعلي. اي الله ومحمد وعلي. نعم الله عليك، تاليها طلعت غلطان. نعم الله عليك، تاليها طلعت غلطان. تاليها طلعت غلطان، روح بلام سالم، وبد لا تكظم، وبشرك لا تحسب بي يعيش شلون، دفر وجهك وانا الله يعوض. ايه العوض على الله. العوض على الله كيف. اي والله. يعني بصراحة هذا الشخص اللي مخاطب بالقصيدة، تتوقع ممكن الدنيا تنسيك اياه؟ والله سؤال هذا ينم على ذكاء كبير، وانت كبير الله يكبر قدرك. اثنين ما اقدر انساهم. ايه اثنين دول بالحياة ما اقدر انساهم، ما حييت اللي مسوي علي فضل والجارح. الله خلي اسولف لك فد موقف. ايه سولف. سنة 2000 كان عمري 5 سنوات، كانت الكهرباء مطفية والعائلة كانت كلها ملتم، والدي واخواني واخواتي وكل البيت كان موجود، فحاطين لالة. ايه هاي اللالة اللي ايه نعم نعم نعم، حاطينها بنص السفرة. خلصنا عشاء اجت الكهرباء، ابوي قال لي طفيها وحطها على صفحة، حطها بذاك المكان عدل. ايه طفيتها، ما لزمتها من حضنها، لزمتها من بطنها من الشيشة. ايه ودي طرفات 5 سنوات. زين هو توها مطفيه، تخيل الحراره البيئة، ظل الاثر بدي، بس الاثر لسه ببالي. طاب الاثر من يدك. اي بس الاثر لسه ببالي. الله. لذلك الجرح يترك. قلت له شلون تريد من انسى بعد 20 سنه من صرت شاعر؟ قلت له شلون تريد من انسى شاو سواي تكبير ولسع شويات قلبي اللي يجن يومي شو الصفحه طفل 90 لو كذ بطن لا لو توها مطفيه. اوف اي أيوة والله. لذلك الله الله جارحني الله ما انسى ابدا. الله. اكو امكانيه شخص يحب شغلتين سوا؟ هو هسه ذاتي ترجع لها كعلاقه، اذا تحب اثنين هاي علاقه مصلحه، لكن اما انا عن نفسي اللي يطب القلب واحد بعد ماك اكثر، تشيل مكان واحد قاعدة المنبر. اي اللي يطب القلب واحد بعد ماك اكثر، تشيل مكان واحد قاعدة المنبر، مجرح قلبه كأن خواصر الشخاب، هذا القاضي امر عليه بسيس. الله. أيوة. اكو بيت هي شي ردت تعلق لي عليه، يقول ظل غامض. ايه ظل غامض. ايه ترى يملوك اذا عرفوك. والله صح، الرساله لتنقري. ايه تنذب. الله الله. هو شوف بس يكتشف اللي بداخلك. ايه او يكتشف مبتغاك يعوفك. كاظم الحجاج، هذا الشاعر الكبير البصري، تحياتنا له ان شاء الله العمر الطويل. ايه والله. يقول واحدة من مؤلفاته، يقول المياه الصافية، المياه الصافية أسماكها مهددة. مهددة. إيه نعم. شلونك بالانتظار؟
الانتظار موت بطيء. ها نعم زين، شنو رايك اذا يعني نطيح لنا مال الموت البطيء بين ما ناخذ فاصل بالرضا؟ اي فاصل لك. شو تقول لك؟ يلا احبتنا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام، عدنا وياكم مع الحبيب سامي العبادي. شنو اخبارك؟ أكبر. الله يخليك. خو ما تعبنا مبارك. استانس. الله يعزك دوم ان شاء الله. الله دوم يخليك. ان شاء الله. سامي، منو اكثر وجع؟ الندم لو الفراق؟ الندم او الفراق؟ الندم هو تقدر تقول يأنب بضميرك. اما الفراق فكان في لمح البصر. حتى بلا عتب وداع مختصر. أنا مستقيم الدرب وهو بمشيه ماء على وجه الزجاج من المطر. الله. كان انسحابي طاعة لكرامتي. أنا عندي كأس الذل أعذبه الأمر عمدا وفي الله الصحراء الله. كان انسحابي طاعة لكرامتي. أنا عندي كأس الذل أعذبه الأمر عمدا وفي الصحراء أعقر ناقتي حتى أخيط عباءة لي من وبر. أنا كل شيء لا أريد أخذته وغفلت لم أأخذ بصحبتي الحذر. الله. قد تشتري دون الدراهم خاطر. المال عند الكل حل ما ندر. ألم البصير لحشد أعمى أشبه من عاش بين المبصرين بلا بصر. لكني قررت انسحابي خلسة بهدوء لم أترك لخطوتي الأثر. من كل حياة طلعت ومشاني نفس بقع افتبيض وما حس مثل البياض اللي يظل فوق الجلد بالصبع من يطلع المهدس. الله. طيح دموعش كثر طيح دموعش كثر واضحك وما بينت. والله وأنا بشر أبو الأكبر أنا بشر من كل شيء يتحسس. اي أيوة والله. الله 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 يخليك. الله. شنو علاقتك بالكبير سمير صبيح الله يرحمه؟ والله كانت يعني علاقه بين استاذ وتلميذ، يعني رجل رحمه الله عليه. يعني تربطكم علاقه؟ اي اكيد اي رحمه الله عليه. هو دعاني لبرنامج قوافي لكن كان عنده ظرف. جيد. وما قدرت البي الدعوه، وهو الرجل رحمه الله عليه يعني استقبل الظرف اللي انا بيه لان فهمته كانت مكالمه تليفونيه. حلو. ورثيته ويستحق الرثاء مثل سمير صبيح. يستاهل. اي. لذلك انا قلت له اكو بيت قصيده الرثاء، هو الناس كلها نشرتها بحكم انه ليش انه هذا البيت يوالي مشكو شخص فاقد لعزيز دافن جوا التراب. لذلك قلت له انا تمنيت دفنك كون دفن سلاح اللي يحتاجك يرد القبر يطلعك. ايوه الحمد لله. انا عندي بيت هم رثيته يقول بس اسمع البيت. أي. يقول أحبك رغم ما عدي علاقة وياك. ويلا العايش راس. ايه من تكرها ما تقدر. الله الله هاي قمة الشجاعة. حتى لو كان لك عدو أو غير عدو لازم ما دام هو راس لازم تقر بشجاعتك. يا أخي راس كان أهنيك على هذا. أيادي أكيد شلون لا بالله يا خسارة خسارة كبيرة خصوصا خسارة مو بس شاعرية سمير صبيح. رأي سمير صبيح كان مؤثر. اي طبعا رحمة طبعاً. الله عليه. منين تعاني هيك اذا تكاشفنا ونسينا احنا قدام الكاميرات نسولف انا وياك؟ زين هسه تريدني انسى الكاميرا واجاوبك؟ يعني انا اريدك تكون انا ما نام وبالاكبر انا معاناة بالنوم يعني حالي حال لا مو حالي حال اي شباب. الشباب يجوز يعاني كم ساعة بالليل ينام اخر شيء يستسلم لامر الواقع ينام. أنا أتقلب هواي بنومي ما مرتاح يا أخي أنا بنوم تحسد حتى المصور. أتقلب هواي بنومي ما مرتاح أنا بنوم تحسد حتى المصور مثل سيف العوج. سيف العوج لو أكضى شف حداد من كتر الكتر كل ساعة يتقلب. الله مشكلة بالنوم. أي والله
الله 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 يسلمك مثل سيف العوج لو كظه شف حداد من كتر الكتر كل ساعه يدقل ما يركد على جهه. بصراحه اذا اسالك اريدك تجاوبني ايضا بصراحه. ايه صراحه اليوم مطلقه صدق والله والله نسيت الذكريات. هو شوف طبعا تباغتني بهذا السؤال. انا لو ناسيهن ما محتفظ برساله ورقيه عمرها 12 سنه. لا يا ربك. اي والله رساله ورقيه قبل ما اي ماكو مسج ماكو واتساب اي ماكو مسج حبينا واحنا جهال. شاف هذا الحب الفطري وجهال. اي الرسائل والصور غير اللي معلق اللي مأذياتني ما ارضى احرق. الله انا زلمه فحل ما شبك عيني الخوف وارجف مدري ليش من ان وشقك. اوف ذكريات اليمه. اي مشكله يا اخي الـ يعني حقيقه كل الذكريات موجعه. اكيد اكيد مرات اكو فيلم تشاهده هو من يخلص الفيلم انت متألم. هو اللي انجرح منه انت لو الممثل. والله الممثل لكن انت تلبست شنو؟ تلبست روحيته ألمه. نعم. ذكرياته. نعم هنا مشكله. اي هي تقول استوق ذكرتني هيك بشق الصور. اي تقول يا اخي شكو عندك جروح الليل فززهن خوش وتطلع الصور رو تشتكي الهن. الله اكبر من الحرقة اللي بقلبك. ايه بيدك الشقهن ولا ومن صباح الله تلملم بيهن. الله اكبر تشتاقهم بيدك. أيوة والله تشتاق. هذا الندم. اي يا اخي هذا بالليل غلط بحقي كذا هي تسوق بس يا اخي الصبح الندم يجتاحك الاشتياق. شلون كلام الليل يا محي النار. ايه بس انت نعم تشقيق الليل يا محي النار. سامي وين تشوف نفسك؟ اشوف نفسي قصدك في المحور الشعري او طبعا في الخارطه المحور الشعري. انا خاف اجاوبك جواب دبلوماسي وتقول خلي احنا اليوم متفقين على الصراحه. ابو الاكبر اندعيت دعوه كل دعواتي اللي اندعيت بهن انه مشرف الحمد لله وشكر فضل الله والحسين. اندعيت دعوه في منصه واحده جمعتني انا وشاعر واحد فقط. يعني كنت شعراء اثنين فقط بالمهرجان في حسينية المرحوم داود العاشور. هاي حسينية. نعم. اللي خدمة البصمة الحسينية. ألف تحية لهم. اندعينا أنا والأستاذ الأديب الحبيب أبو علي جابر الكاظم. نعم. هذا محط فخر واعتزاز. أولا خلي أوضح لك فت شغلة. يجوز هذا 10 سنوات يلا وصل له هاي الدعوة. مو بحكم أنه أنا مقيد بتجربتي أو كذا أو لا. لكن أكو اختصار. اكو زمن يختصر دعوة تختصر لك زمن. صح. صعود وي جابر الكاظمي كان من اهم المحطات اللي تشرفت بقراءتها وحكم فارق الاجيال اللي بينه وبين جابر الكاظمي. انا كنت محضر فصيح بوقتها لكن احترام للاستاذ جابر الكاظمي ما قدرت انا اقرا فصيح بصراحه لان تجربه مهمه. استاذ جابر الكاظمي يعني اكثر من 30 ديوان اكثر. صح. من 3000 قصيده يعني قبل ما تروح تاريخ وتهاجر تاريخ. قبل ما تروح وتهاجر وعين عليها عجيب. أيه. يا ابن هند كيف تجرى بأن تسري بنا للشام ترفق أيها السيف الصغير. نعم نعم يريح الهاب وياك دلينا كنا صغار ما نعرف الإمام الحسين بطفولتنا 4 سنوات ما حد يعرف مو عين الهاب. إيه بس تتذكر أنه أكل أطمية قبل مثل وتروح وتهاجر يطير الصاف تانيني كل قطرة الدم بشرياني. من كبرنا وعرفنا القصيدة شنو تعني ها إمام معصوم مفترض الطاعة تحية للأستاذ الكبير أبو علي. ألف تحية. إن شاء الله نتمنى له العودة للعراق بسلامة. آمين يا رب العالمين. ونتمنى له أيضا الصحة والسلامة. الصحة والسلامة. تحب لغة الأرقام؟ لغة الأرقام تعير لك أهمية؟ أيوه هذا هو السؤال العظيم. أنا ما أحب أن أكون رقم 1 أو 100 أو 1000. أنا المهم أن أكون مختلف ما أشبه رقم معين حتى لو كنت الأخير. لازم تكون مختلف سواء شاعر أو فنان أو ملحن أو رادود أو حتى مطرب أو كذا. لازم تكون مختلف. لا يهمك رقم 1 يهمك الرقم المختلف لأن أنت تروح وترجع. الإمام علي عليه السلام يقول لكل نجم أفول
يعني انت سواء كنت نجم او ما، يعني اطالت بك فتره النجوميه او اقلت وانت راح تروح، لكن اترك اثر طيب، اترك منجز يحتفى به بعد يومين. شلون تو عددت لك للاستاذ جابر، يعني لازم تترك اثر طيب. نعم، لو كان دعائك مستجاب، ايه ان شاء الله دعائك مستجاب، امين يا رب العالمين. شنو اول دعوه راح تدعيها بصراحه؟ زين اقدر اجاوبك بسؤال؟ انا بساله، تفضل. ايش وقت اخر مره علي المنصوري سمع كلمه يمه؟ هذا بغض النظر عن سؤالي لو هي سؤالي. لا انا جاي اسالك، انا جاي اجاوبك بسؤال ونوبه اجاوبك. تقريبا يعني العصر هيك قبل قبل لا نصور، قبل يعني اليوم نصور. ايه الله يساعدك يمه، قواك الله على التعب. هنيالك والله، طولة العمر والسلامة. هنيالك. انا امي وياي بالبيت، بس صار لي 5 سنوات ما سامع كلمة يمه. ما سامعنا هي. ليش؟ فقدت النطق. فقدت النطق للسنة الخامسة. والله أتمنى يعني نرجع حسن من لقائك، أتمنى ما تقول لي قواك الله يمه. أنا هاي اليوم ما مفتقده، إلا أحبك سامعها، والله يساعدك سامعها، والهلا أخويا سامعها، والهلا بصاحبي سامعها، والهلا بالأستاذ سامعها. هاي اليوم بعد هي لأني يحكيها شخص واحد يحكيها بصدق. أمي الله يشافيها بحق. الله يسلمك. من عنده جهر عند 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 رب العالمين. الله يسلمك. كتبت لها بكل مصداقية. جردت من خلي ضربة شعرية وكذا. لا هي منها إلها. والله القصيدة قريتها، خلي أسترسل لك بالكلام شوي. القصيدة قريتها قلت خلي أستعجل بتصديرها. ليش؟ قلت خلي تسمعها وهي عدلة. طولة العمر لها إن شاء الله يسلمك. أمي وينقصني الكلام بأكمل، للأب كانت كالفتاة مدلة، هي في الثلاثينين زائد 70 عاما بالجمال مكلة، يا شيبها المظفور ليس جدائما، بل سنبلة احتضنت بأخرى سنبلة، كبرت وما زالت عروس لوالدي، هي تنجرح لو نوديت بالأرملة، قبري بجنب أبيكم قالت لنا، حتى وإن متنا سنبقى عائل. الله. أو أي عشق أوصلت بوفائها، وصلت فراش القبر تأبى تخبئ، إن السنين تساقطت من عمرها كالماء محمول بأيدي محرور، الخد دوره الله في النهار مبللا، السنين إن السنين تساقطت من عمرها كالماء محمول بأيدي مهرولة، الخد دوره في النهار مبللا، والليل دمع والأمان مبللا، لو تلتقي بعجوزة من جيلها تبكي على تلك السنين الراحلة، تجلس ونبدأ أكلنا بجلوسها، السورة لا تبدأ بدون البسمة. نعم. لو يعطي الله الإناث نبوة، الأم تأخذ دور أول مرسلة، بالرغم ما شلت يداها بالدعاء تدعو بكف واحد متفائل، لو تجمع الخبز القليل لجوعنا تعطيه، لو طرقت علينا سارة. الله. أطلب أطلب ستعطيك العيون بدائلا، ما عدها بس تخجلك بالطيب، هي ما عدها بس تخجلك بالطيب، والفتح عينه على الفقر مو عيب، ما كلت من لحم الذبايح بالعوز، ونفس الوقت ما كلت لحم الغيم. الله. من كان ابوي الظهر يرجع تعبان، اتاخر غدانا تقول جاي تقريبا، بفياي انتم من نعمه عيني عليه، الله يعينه بهالشمس شي يجي، تظفر شعرها قباله ويقلها الله ياه تجي وسوت شعرها قصيبه. انا ادري. ومن نعمه عيني بساعه الوالد مات، ما بين شعره وشعره طلعت شيب، اصعب شعور يمر المفارق بيه، من يعينه عقله وما يعينه قلبه.
عوف المحنة تجيب حق المظلوم ما يقدر مشورب مثل هيجيب. شايف سلاحك نصف زعكك ويخون الزلمة هيك يخونه موقف جيب. الله نيتها بيضة ويا ثقلها الهيبة والنيتة بيضة النيتة بيضة وشاف طير ويلغم بوصله من تعقد عيونه يصيب. بالله صحيح. وابنك كبر يا يما كبر يا يما بس بليات يطب من مصيبة ويطلع من مصيبة. الله صغيرة بكيش انت بحضنك وهس عليك. الله وشوف الفرق ما بين خيبة وخيبة. المطقوق يبكي آية بتشي المهضوم اللي من دون ما واحد يجي له يصيب. المطقوق يبكي آية بتشي المهضوم اللي من دون ما واحد يجي له يصيب. طولة عمر يا يوم بس من ترحين هاي النهيبة اللي ما وراها نهيبة. طولة العمر للوالدة فدوا أروح لك ولك ورا الله يسلم وسلامي وبوسة على راسها فدوا أروح لك يوصل ويبلغ بالله الكريم الله يخليك يبلغ ولك. سامي ألذ ما بشعر شنو؟ أكذبه وأعذبه الشعر. على المستوى الشخصي شنو اللي تحبه بالشعر؟ والله محبة الناس أبو الأكبر. أها. الإمام السجاد عليه السلام يقول له أعطينا الشجاعة والفصاحة والبلاغة والمحبة في قلوب المؤمنين. محاي المحبة اللي يا أخي إحنا شو مقدمين للوالد؟ هو عود كتبت لبيت بيتي يعني ذكرت بحبيب تذكرت من أقرب عليك الفصيح لو شعبي جيد هن شجرتين تفاح بالأخير تفاح الشعر الشعبي شجرة. الفصيح خلي الشعر شجرتين الشعبي العامي اللي هو هذا شجرة تفاحة حمراء وهاي شجرة الفصيح تفاحة خضراء اثنيناتن بالأخير تفاح لكن كل طعم يختلف على الآخر اثنيناتن الهندوقن المميز جيد ومتعة الكتابة ما أسولف لك عليها. زيد ناخذ فاصل؟ فاصل يلا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم وبقويانا. مشاهدينا الكرام عدنا وياكم مع الجميل سامي العبادي وهذا البارت الأخير. يا الله شخبارك؟ نعمة خير وعافية الحمد لله الحمد لله. منو يفرح بيك؟ والله وين ناس تفرح بي أبو الأكبر. شخص؟ شخص ما أقدر أذكر اسمه. يعرف روحه؟ أكيد يعرف روحه. وصل لي شيء سالفة؟ سالفة إلي أقول سالفة بيت شعر يقول الوجع يوصل للمصلاية وياك تشك كملت لو مطلوب ركع وذا ما تفهم اللي أحكيه بعدين تحس بمرورة الماي تجرها. الله أنت عثرة المن؟ عثرة الضمير إذا كان يريد يغير لونه من الأبيض إلى الأسود. أنت عثرة ضميرك لو ضميرك عثرة لك؟ لا أنا عثرة الضمير. مرات الضمير يوهمك بأشياء أنت تدري بها لازم تقول لا توقف. ها. لأن أنت ضمير لازم تحسن التصرف وياي شخصين فالضمير يعلم أكثر. إيش قد عدد الأسماء اللي موجودة بجهازك؟ والله كثير أبو الأكبر. يعني 100؟ يعني تقدر تقول 400. إيش قد عندنا قابلين نقدر نخابر واحد نقول له هسه مثلا الله يبعدك عن المشكلة. أي. اختبار. أي أختبر قصدك؟ لا مو تختبره إن شاء الله منزه من الاختبار بس قصدي هيك. لا بالله أكو 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 أي أكو أكو لا أكو رايد مليون. أي رايد مليون إيه ها أي عادي كفو طبيعي كفو. لا عبر للمليون تعدى للمليون يعني أنا مو ما ردت أكثر حتى ما ما دم ما نحرج المقابل. دم دم الله يبعد عنا الدم. تريد دم خابره شابين وبينك الدم سهل البطل بطل الدم. لا مو بطل الدم ها والله اللي يطيح قدامك ابو الاكبر ها ها فزعه قصده اي فزعه اي هذا مليون عابرينه اي والنعم هو هذا مساله الخيار. اي بالضبط مساله الخيار. أي. واحد مرات مشكلتنا احنا ما نختار صح. مليت الوجوه الكنها مطليات بكل موقف تذبن لونها شويه. ابو الاكبر العلاقات بدايتها تكون منزهه وحلوه. اي
شحالات اللهفه ذيك بالبدايات، شايف من تبدا علاقه حلوه قويلي وانه بتنكشف بعدين الاوراق. اي شحالات اللهفه ذيك بالبدايات، شوك وخجل راسك ما ترفع، التاني الليل الخاطر تسهر وياه وحب وتضحي احساسك وشبع، شويه شويه يبدي تحسه وياك يحب يشوف خدك من تنقع، يا اخي هناك وتقل الاحترامات، هنا تندم عليه هندم عدم مو ذله، ولكن صعبه والله اذا تصفى المشاعر تالي سلع. اي بالله تدري الوجع وين يزيد وياك؟ نعم من تدور وما تلقى اليسم. الله الى نهايه. الله 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 يسلمك. لو بيدك تمسح ايام من حياتك امسح ايام واشخاص. اها اي نعم والله هواي نادم. شو خلينا نسالك الكاميرا ايه، انا هواي نادم خلي اسولف لك اياها بما هي. اكو علاقات وين ندمت عليها من ساعه من قلت لك من سالتني سؤالك قلت لي من تعاني قلت لك من النوم. ايه هو هذا الموضوع اللي سالتني بيه مرتبط بذاك الموضوع بصراحه. من اشخاص لو من شخص؟ لا والله يعني اشخاص. المجامله احطها ببالي اقول هاي تحسن نظري امام المقابل، لكن ما ادري بها بعدين تنكشف انه مو مجامله، تنكشف مصالح. يمتى اخر مره بابا تروح تقول مرايه؟ يعني قبل لا اجيك للاستوديو. جيد. ايه؟ منو اللي يقول لك طالع حلو اليوم؟ والله وايد يقول لي طالع حلو اليوم. وايد يجوز يكذبون عليك. اكثر وحده، اكثر واحد من اللي يقولوا لك يعني لك. انت قلت وحده. غلطت في غلطت اتوقف على هاي غلطت. ايه اكثر واحد؟ لا اكثر وحده. اكثر وحده ايه؟ ايه تعني لك الكلمه طالع حلو اليوم. هذا الستايل جميل عليك. او تاخذ سيلفي وتوديه. منو هذا؟ منو هذا لو منو هاي؟ ترى انا ما اخاف اذا تدخل بالتفاصيل عادي اجاوبك طبيعي ترى. ما ذكرت اسماء اذا ما تخاف ليش؟ ليش ما تذكر اسماء؟ ام جعفر تستاهل. وعلي شلون؟ اي اهدي لها زوجتك. ما كاتب لها. اهدي لها اي ابيات. اي ابيات اهداء لك. والله ما اقدر. اكبر من الابيات؟ عمي اكبر من الشعر يا شعر. هاي الشعر قضيه. والله يا ام جعفر الف تحيه لك بالله الكريم. لا لا عابرين مرحله الشعر. يعني تودي لها تودي انه لبست هذا الثوب شنو رايج كذا؟ ايه ها جيد. هسه إيه قبل اللقاء دزي. ايه اشتري مثلا اشتري ملابس شنو رايج هذا اللون مع هذا اللون؟ اي مرات وانا بالمحل شنو رايج؟ لطيف. انا مو قصر، انا مو قاصر بالذوق. لا بس المشاركه حلوه. المشاركه حلوه. المشاركه اهلنا يقولون. ايه شايف هذا واحد مرات انه انت يعني الهديه اللي تنطيها مو هديه كبيره تفهمني مو كبيره لكن انا ذكرتك. اهلنا ايش يقولون على هذا الموضوع؟ بالضبط. يقولون الزبيبه ما تشبع. اي والله صح. بس طيبه خاطر اهم شيء. طيب الخاطر. طيب الخاطر. انا من نشاركك، انا من نشاركك انا جاي احسسك انه انت ورايك مهمين عندي. بالضبط. هنا الاهميه بالموضوع. ولا انا عندي ذوق. طبعا عندي ايه ذوق. مقاصر. انا لو ما عندي ذوق ما اختاريتك. ها بالضبط. على راس اخوي هاي تخبل. زين لو ما عندي ذوق ما اختار ما اختاريتك. بالضبط. اي فقلت لك المشاركه اكو ناس يتمنوك تطيح. اذا ملكت الكرامه حتى اللي يتمناك تطيح تتجاهله. لا يجوز يعتبروك ثمره. ثمره؟ تتمناني اطيح ثمره؟ انت ما بعدها ثمره. ما بعدها يستمتعون بيك يعيشون بيك. يعني طيحت يعيشون؟ لا بوجودك. ها بوجودي. اي اكو ناس هواي. ابو الاكبر محبه الناس في شيء عظيم. حس انا ما اقول لك صفحتي مليونيه خل احكي لك اياها هيك بس والله العظيم يعني محبه الناس في شيء كبير غانيتنا عن هواي امور. طبعا ايه طبعاً. والكرامه شيء مهم بالحياه. لا الكرامه خط احمر. بالضبط. لا فيه. شجاعه بدون كرامه. اتذكر لك بيت لشاعر خليجي نبطي أي. اسمه هادي ال مانع. شوف شلون متخذ الكرامه بهذا البيت. عوز احتاج وحاط بباله فلان
فراح له. جئتك وانا جئتك محتاج. وانا ضايق وناقصني فلوس ورديت وانا ناقصني فلوس وكرامه. والله مع الاسف ناسوا الاختيار. ناسوا الاختيار. سامي من نطيح مشكله يقول لك لا تخاف انا يمك. والله هاي انا قلتها لهواي ناس بس ما سمعت. انا هواي قلتها لهواي ناس ولا زلت اقول والله بس انا ما سمعت يعني. سامي بصراحه كل ضيف هنا أنا بما فيهم المتلقي من يصير قدام الكاميرا يطلع مثالي. ما من معقول احنا ما يعني معصومين ما نخطئ. ابو الاكبر انت قلت لي منو يقول لك انا يمك؟ ما حد قال لي انا يمك. انا قلت للناس انا يمك. يجوز اكو قصور من عندك؟ كل الناس اذا قصور ويا الناس كلها. ومرات واحد يراجع افكاره يا بخاف معقوله يعني ماكو ابو الاكبر ماكو نهائيا. انا قلتها للناس كثير وما سمعتها من ناس كثير. لا مو كثير ما سمعتها من كل الناس. انا اضحي بهاي الكلمه لا تخاف انا يمك. ها اي نعم دوم اقولها هاي الكلمه. النقطه السوداء اللي بحياتك شنو هي؟ جرح ينزف دمع ما صدق يطير مو مالت مكابر لا خسرتك شنت من تبعد تفر وجهك هواي بهذا وداعك تطول عرفتك من عن بعد التانيتك هواي لا فريت وجهك لا رقبتك. الله في امان الله مع السلامة. أكيد الحلوة بالإنسان أنه ما يقول أنا خسروني لا حتى أنا خسرت. أنت وصلت وياهم للحلقة الأخيرة؟ الحلقة الأخيرة ما أعتقد وصلنا للحلقة الأخيرة لأن ما كان إلها أعداد. ما كانت أعداد إلها. كانت الحلقة الأخيرة مفاجئة. إيه بالضبط. فجأة انقطع البث. بالضبط. هاي شوف أكو ناس تعرفك بشنو؟ ناس تعرفك بسلبيتك. عباس بن فرناس مكتشف 12 نظرية بين هالرياضيات الفيزياء استحدث الكيمياء هواي أمور. وين عرفنا؟ من خسر الطيران. عرفنا من فشل من طاح بتجربة نظرية الطيران. عرفنا الإيجابيات أخذ 12 نظرية مقدمها للكون. عرفنا بنظرية الفشل. ليش؟ لأن سلبية. هسا أكو ورقة يمني أنا وياك تحط لي بيها نقطة ترفع عليها تقول لي سامي شو شوف؟ أقول لك نقطة سودة. يا أبا سامي النقطة الورقة كلها بيضة ليش شفتها؟ يا هاي سلبية. هاي السلبية دائما العيون تتركز على السلبية. سالفة وبيها حكمة لطيفة تخص موضوعك جدا لطيفة. نعم. يقول أكو رسام يرسم اللوحة ويخليها على جدار المارة. الناس اللي يمرون يرسم اللوحة ويخليها على هذا الجدار حتى ينعجبون بيها حتى يشوفون إبداعها كذا. حلو. فهذول ايش يسوون الناس اللي يمرون؟ يقولون هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ بالرسمة مالته كأنما شكل. يشرون على العين على الحاجب على الشعر على الاذن على الوجنات يترسون اللوحه. طيب كلمات العفو اشارات. ترجع متضايق عنده صديق طيب مثل حضرتك قال يا ابي شنو اسوي؟ الناس جاي يعني خربت اللوحه يعني تخرب لوحاتي وانا ما اشوف بها خطا. قال هي غالبا ما الناس تحب تطلع انتقادات لكن من تكون بمكانك راح من الممكن تخطئ مثل الخطأ اللي انت بيه أو أكثر. الله قل له من تكتب اللوحة من ترسم اللوحة اكتب جواها عبارة إذا وجدت خطأ فصححه بنفسك. جميل جدا والله. لأن هذا اللي يعيش الغيرة. عافية عليك. قضيت أيام طويلة إذا خل أكمل لك. فخلى اللوحة زين. خلى اللوحة ولا واحد اتجرأ ان يسوي له اشاره واحده. ليش؟ لانه اذا انت تقول عليه خطأ صلحها حتى لا تظل بس تنتقد وتظل بس. وهواي بحياتنا اليوميه واحد يلومك واحد يعاتبك واحد كذا. تعال عيش الظرف اللي عاشه فلان زين. خلي عيش الظرف اللي عاشه. خلي اسالك انا اريد اسالك. تفضل. عشت لغيرك؟ هو كل حياتنا لغيرنا.
عشت لغيرك أبو الأكبر؟ أي أيوة والله عشت لغيرك. ما بالغ. لا بدون مبالغة. ما بالغ. عليك صريح. ما بالغ أحكي لك مثل ما هي. انطيت وقت هواي؟ ما بالغ. إيه. أحكي لك مثل ما هي. خوش. قبل من معرفتهم. إيه. شيبة ما بي. الله أكبر. يا الصراحة اللي كنت أدور عليه. بصراحة. أي نعم. خلينا نعتبر الحلقة رحلة. إيه. والمكان اللي يحملنا لهاي الرحلة. إيه. يسع ثلاث أشخاص. احنا شخصين. تخلي المكان فارغ لنجيب لنا واحد. المكان انت 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 اللي تختار. لا انت اختار، انا ما مهيئ انا اختار اي شخص صعد وياي. لا تقول اسم، نخليه فارغ لو نجيب. لا نجيب. نجيب؟ ليش نجيب؟ يعني دائما يكون الرحله اذا سفر ثلاثه اكو ونسى اكثر. ها من الثنين حتى ما يكون ملل. ماكو ملل. العلاقات اذا ملت تصير مو حلوه. لطيف جدا. نعم. لطيف جدا لطيف جدا. زين تجرد لي من سامي العبادي الشاعر. زين. الى سامي العبادي اللي جاي يشاهد هاي الحلقه ايش قد يعطيها من 10؟ اخاف اجاوبك وتقول جواب ثقه بالنفس. واما بنعمه ربك فحدث اعطيها 10 من 10. ماكو نسبه للخطا؟ ماكو نسبه للخطا. واثق الخطوة يمشي ملكا. بالضبط. يا أبا مو غرور. وأما بنعمة ربك. هذا الموضوع أنت تقوله. أنا قلت لك أنت تجرد بالضبط. وأنت تجاوب. فأكيد إن شاء الله الله يبعدك عن الغرور. الغرور آفة مزعجة مو لطيفة جدا. بالضبط. أنا أعطيتك رأي. أما رأي الناس فخليه. نعم الناس هو الرأي ما رأي الناس كل الناس. وصلنا للختام مال الحلقة. أنا أشكرك. اول شيء صار لي فتره ما لا شايفة. قبل لا تشكرني الله. اريد من عندك شغله. اي قبل لا تكن اريد منك شغله. اول مره اختم لي شعرا. زين. ونوب سولف اللي تتمناه. تقول ليله من الشتاء من طفولتي الى هاي اللحظه اللي قاعد بيها امامك. ليله من الشتاء وكل اهلي ملتمي اجى العين النعاس بسرعه ما احس وانا شابع دلال اصغر طفل محسوب بس لو لفتي ام الطفل وهنا بديت احلم مراجيح ولعب واطفال واطلع للعب بهدوم حيل نظاف ومترب وناقع طين رد للبيت حلم كان شحلا تضحكت بيه هواي المهم فزيت قعدت من نومتي كبران قعدت بس بالتعب حسيت صباح الخير ابوي اللي عوداني عليها من نقع دخلت الغرفة على فراشة قبري صاير صورة على الحيطان المرحوم وبعد ما كملت وقرأت ورحت عود اسأل ام الصار فتحت الباب رفعت عيني لقيت امي على كرسي الدفع مشلول هنا بجيت بعين امي حكي وما ادري ايش تريد تقول يمه شبيك ما تحكين طلع حتى اللسان لعبها هم مشغول يا اخي انا بنومتي سويت شاذاك الدلال اللي كنت اسولف بيه قبل لا انام تبدل بيش عسى ما سلهمت وخوت الله عفت لما تهلي كلهم قبل لا انام شنو سويت خاطر هيك شفز وحدي ومو بس انا ثار من قعدت كبران الكبر لايح ملاعيب القبل عني الله رجلي شي مشيهن الدمع غوش عيون اسمع طفل بالبيت يرتب كلمة كلمة يريد يحشيهن طفل يشبه قلت ليش جايبك لهن قال ابني أنا من ظهرك المتعوب أنا خلفة سنينك من كبير أطلعت من بيتنا مرعوب ردت أعرف أنا بيا وقت من فزيت الشمس ما رضت تنطن كان هبي يا صوت أنا بغبشة لو بغروب السعف واقف الوقت من يمشي يشبه مشية المصير أنا بلعب الطفولة وما أعرف خسران تالي بكبر أحس مغلوب تالي بكبر أحس مغلوب سلامتك أبو الأكبر الله 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 خسارتني آخر الله يبعدك عن الخسارات الله وعن الانكسار الله خليك متفائل الحمد لله يقول الشاعر يقول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
اكيد اكيد. بصراحه انا كلش يعني كلش احب الايجابيه وكلش ادعو للايجابيه. ادري بيك حتى السلف اللي عليك علي كريم الله يعزك، لانه الوقت الف تحيه لهذا الانسان الرائع جدا علي كريم، الف تحيه له. بصراحه الموضوع اللي تحزن عليه او اللي انت تسوي سوداويه عنه، نعم، هو ضجت او تفائلت او صابك اي شعور، هو صاير اكيد 100%. خله يصير ولا ياثر على نفسيتك. اكيد 100% اكيد خله يصير ولا ياثر على ولا ياثر على نفسيتك. اصمت ولك رب رحيم اكيد الحمد لله، وثقتك بالله عاليه، وخلي ثقتك بنفسك عاليه وتقدر. ترى الليل صحيح أظلم بس ما يطول، الصبح جاي أكيد، الموضوع مجرد وقت، شراقة الأمل قادمة إن شاء الله. عافية. فآخر كلمة لك تقولها للسيد المشاهد هذه. أول شيء شكرا لك على حسن الضيافة والاستقبال، تفضلت بدعوتك. العفو. وأنت شخص منصف. الله يسلمك. وجدا أحبك. الله يسلمك. من سنوات ما ملتقين. حبيبي. الله شاهد الشعور متبادل جدا. الله يخليك. أنا من أشوفك ناجح قسما بالله، انا يعني ينتابني شعور الفخر والاعتزاز. الحمد لله مبين. واتمنى هذا الحلقه انه توصل لقلوب الناس. الحمد لله. اهم شيء اتمنى الناس. واتمنى اكون انه انا قدرت اقدمك بطريقه تليق بحضرتك. اكيد ما قصرت، جزاك الله خير. ألف شكرا تحية لك، وشكرا للساده المشاهدين واخواتنا اللي جنود خلف الكواليس، جزاكم الله خير. الف تحيه. ممنون ولك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقه هذا اليوم. كان معكم بالاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري. في امان الله، ونلتقيكم بحلقات اخرى.